بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب في تعريف التجويد والترتيل التجويد لغه التحسين ماخوذ من الفعل جود يجود تجويدا واصل اشتقاقه جاد يجود جوده وجوده اي صار جيدا وهذا عام في كل الأمور. وأما من ناحية الاصطلاح فتعريف التجويد إخراج كل حرف من مخرجه، وإعطاؤه حقه أي من الصفات الأساسية، ومستحقه أي من الصفات الفرعية، حيث أن لكل حرف مخرجًا. والتجويد أن تخرج هذا الحرف من مخرجه، فإذا أنت أخرجت الحرف من مخرجه فقد جودت، وأما إذا لم تخرجه من مخرجه فلم تجود، ولنضرب مثالا على ذلك من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فمن لفظ القاف بهذا الشكل فقد أخرجها من مخرجها وأما من قرأ المستئيم أو قرأ المستغيم أو قرأ المستقيم فهذه الألفاظ الثلاثة إخراج للحرف من غير مخرجه وبالتالي فإن القارئ عندئذ لم يخرج الحرف وبالتالي لم يجوِّد، وأما بقية التعريف فهو إعطاؤه أي إعطاء الحرف حقه من الصفات الأساسية، حيث أن لكل حرف صفة، وهذه الصفات قسمان، صفات أساسية وصفات متفرعة عنها، أي صفات فرعية. ولنضرب لكم مثالا باحد الحروف. فمن الصفات الاساسيه صفه الاستعلاء حيث يتفرع عنها صفه تفخيم الحرف. فلنقرأ الان بحرف الصاد والصافات فالصاد حرف من حروف الاستعلاء تفرع منه تفخيم الحرف فقرأنا والصافات وأما من أخل بالتجويد وأخرجه وأعطاه صفة غير صفته الاستعلائية وذلك بأن قرأ والسافات فهذا لم يجود لأنه لم يعط الصفة الأساسية ولا الصفة الفرعية حقها وقس على ذلك هذا تعريف التجويد لغة واصطلاحا وأما تعريف الترتيل فهو كما قال الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف مع حسن الصوت والتحزن بالقراءة ويلاحظ على كلمه الامام علي هذه انه شمل التجويد كما اسلفنا وزاد عليه امرا اخر وهو معرفه الوقوف وهذه ضروريه جدا للقارئ لان الذي لا يعرف اين يقف ولا كيف يبدا ربما يخل بالمعنى اخلالا بينا ولناخذ مثالا على من فعل ذلك فمن قرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ماذا نستفيد من هذه الكلمه عندما يقف على الحمد وهو مبتدا يحتاج الى خبر او يقف على قوله جنات تجري ويوهم أن الجريان للجنات بينما فاعل تجري متأخر ففصل الفعل عن فاعله أو المبتدأ عن خبره أو الصفة عن الموصوف يعطي معنى غير صحيح وهناك وقوف فاحشة سنتكلم عنها عندما نتكلم عن الوقف والابتداء ثم يضيف الإمام رحمه الله مع حسن الصوت وهذه هبه من الله سبحانه وتعالى والقارئ مطلوب منه ان يحسن صوته على حسب استطاعته واما التحزن بالقراءه فهذه حاله قلبيه من التاثر بما يقرا وهكذا ينبغي للمسلم عندما يقرا ان يراعي هذا ونلخص كلامنا هذا بما قاله صاحب متن الجزريه في معرفه علم التجويد فقال وهو اعطاء الحروف حقها من كل صفه ومستحقها هذه المحاضره الاولى